تحياتي واهلا وسهلا فيكم مع قناتي مدريد ستازون. هاي القناه طلعت ببالي بعد ما تابعت اخبار ريال مدريد للفتره الاخيره. انا بعرفكم عن حالي، انا اسمي اسامه، انا من متابعين مشجعي ريال مدريد من 1998 ولليوم. تابعت ريال مدريد لما توج دوري الابطال 2002 2014 2016 2017 2018. وتابعت ريال مدريد بالنكسات ايام 2004 2005 2006 لغايه ما وصلنا لليوم. رح نحكي عن ريال مدريد بشكل عام، عن انتقالاته، عن اخباره، عن ردات فعلنا تجاه كل شيء عم يصير بخص ريال مدريد، عن نتائجه وعن سوق الانتقالات الأخير اللي قام فيه ريال مدريد. بتمنى تتابعوني. هاي رح تكون حلقة بس تعريفية ومقدمة بسيطة، اللي إن شاء الله بشوفكم في حلقات قادمة.